رح نحكي عن كيف مننقي هدية لأولادنا مع ضيفتنا المحامية غادة الأشقر الحداد، وكيلة جمعية جاد جوناس أنتي دروغ. أهلا وسهلا فيك غادة. نحن بفترة عيد وبتكتر الهدايا، بس نفكر أنه الهدية ممكن تعجب الولد بكل الأوقات ومننسى أوقات أنه فيها تأثر عليه بشكل سلبي. كيف مننقي هدية لأولادنا؟ بتعرف هلا قربت الاعياد والاهل بلشوا يتحضروا ويختاروا العاب لاولادهم. هون جمعيه جد بدها تتمنى على الاهالي يلي بدهم يختاروا اللعبه انه ياخذوا بعين الاعتبار اول شيء اللعبه يلي بتتناسب مع اعمار اولادهم. شغله تانية بالنسبه للالعاب يلي بتحتوي على مواد، في مواد سامه عم بتكون بالالعاب موجوده بالاسواق اللبنانيه، مثل عندك الرصاص، عندك المادة الكيميائية اللي بتدخل داخل البلاستيك، عندك كمان يلي بتفوح منها روايح كتير كريهة، كلها هيدي مواد سامة ممكن تضر أطفالنا. بس الأهالي كيف بدهم يعرفوا إنه هيدي اللعبة بتحتوي على مادة سامة؟ هلا أكيد بتشوفي على العلبة بيكون مسجل عليها من خارج العلبة الهدية الكرتوني يعني، أو بداخلها بيكون في قائمة ومحدد المواد يلي بتحتوي على اللعبة بتحتوي عليها مزبوط، وعلى اساسها بيقدروا الاهل يختاروا. او اذا فيك تشوفي كمان الشركه يلي عم بتصنع هاللعبه، هل يا ترى هالشركه عم تلتزم بالمعايير والشروط المطلوبه عالميا او لا؟ يعني فيك تلحقي كمان مصدر الشركه ما نعمل يلي بتصنع هاللعبه. يعني شو بدنا نعمل؟ نحن هون عم نحط عبء على الاهل زياده يلي هو بالنتيجه لازم يكون دور الدوله يعني مزهور. يعني هون نحن بس هون كرمال سلامه الاطفال والولاد بكل الاحوال. اكيد يعني. اكيد يعني نحن هون مشان هيك ما عم نطالب يعني الوزارات والجهات المعنية والإدارات العامة إنه يكون في شوية رقابة على الألعاب المستوردة من الخارج. هذا اللي كان بدي أسأله غادة، ليش أصلاً هالألعاب موجودة بالأسواق؟ ما في رقابة؟ لا ما في رقابة، يعني نحن مشان هيك عم نجرب نوعي الأهل إنه لما يختاروا اللعبة يكونوا ياخذوا بعين الاعتبار المواد اللي عم تتكون منها هاللعبة اللي عم تتصنع منها. يلي هي اكثر الالعاب الموجوده بالسوق بعتقد. اكيد اكيد يعني ما بقى في لعبه ما فيها هالنوع من البلاستيك اللي عم تحكي عنه. او خليني اروح شوي على الدي في ديز والسي ديز يلي كثير كثير مطلوبين ان كان للموسيقى او ان كان للالعاب مثل البي اس 4 او حيالله نوع ثاني من الالعاب التكنولوجيه اللي بتتطلب سي ديز. وهول السي دي مرقت فتره عن جد سمعنا انه عم بيشكلوا خطر على الاولاد خصوصي من ناحيه الموسيقى يلي عم تدخل على الدينايون. مزبوط. شو القصه؟ مزبوط يعني مزبوط في خطوره كثير بالنسبه للسيديات وما عم بيكون في رقابه. بنرجع بنقول وكمان بالاضافه للموسيقى كمان في العاب عنف عم بتكون كمان موجوده. مزبوط. عم بتاثر كثير على شخصيته للولد، يعني عم بيكون عنيف او عم تشوفهم عدوانيه يعني حتى بتعاملهم مع اصحابهم بالمدارس. يعني بتحس الاهل بعززوها اذا جابوا كمان اكيد اكيد يعني حتى الاهل اذا اضطروا واختاروا هيك لعبه على القليل يكون في توجيه او رقابه من قبلهم. يعني اوكي لوين الاتجاه لازم يكون للاهل؟ يعني على اي نوع من الالعاب؟ يعني على القليل هلا بجمعيه جاد نحن بنشجع على الالعاب يلي مصنعه من ماده الاخشاب يلي هي مادة طبيعية وكمان غالبا ما بتكون أسعارها مقبولة وألعاب تسقيفية كمان. يعني يجربوا الأهل قد ما فيهم يكون عندهم يعني يتجهوا صوب الألعاب التسقيفية يلي بتنشط الذكاء عند الولد أكتر. أوكي طيب بس غادة بدنا نكون شوي لوجيك يعني واقعيين. نعم. نتفي ما بقى في ولد هلأ بترضيه اللعبة الخشبية يلي بتحط لك 1 بلس 1 ايجال 2 مثلا بدها تركبهم على بعضهم خصوصا الاولاد الكبار شوي يعني. نعم. بالتسعة عشر سنين ما بقى فيك ترضيهم بهيك نوع من الالعاب. في عندك العاب خشبيه بتعملي فيها اشكال هندسيه يعني كمان بتكون تسقيفيه اكثر. مزبوط. يعني واحد بده يبرم بالمتاجر ويشوف. يعني نحن على طول عم نتجه على طول الولد بيستهوي الالعاب الملونه او الالعاب يعني اللي بتسليه اكثر، بس نحن اذا ربينا هالولد من عمر صغير على العاب تسقيفيه ونشطنا له فكره كمان بيتعود. ايه بيتعود. طيب عم نروح كمان على شيء اسمه مخدرات رقميه. نعم. شو يعني؟ هلا المخدرات هيدي موضوع كبير يعني بدنا نرجع نحكيها بمفصله. نحن هون اليوم كنا عم نركز اكثر شيء على الالعاب واختيار الاهل للالعاب
وبالنسبة للألعاب النارية كمان اللي عم تعرفها لقربة الأعياد وبلشت الأولاد عم ينبسطوا كمان. مزبوط مزبوط. فمشان هيك نحن لما بدهم كمان يلعبوا بالألعاب النارية اللي عم تعرفها هلا فرحة وعيد و ينتبهوا يلي عم بيستخدموا هالألعاب النارية، أو بالأح يعني أحسن شيء إنه يتجنبوها، لأنه بالنتيجة ممكن تؤدي لأضرار جسدية، ممكن تأثر حتى على سمع الأطفال يعني إذا كانت أصوات عالية. وحتى عم نسمع مؤخرا حالات كتير يعني حرام، يعني في أحد الأولاد اضطروا إنه يبتروا له أصابع إيديه من وراء الألعاب النارية. يعني هون كمان اكيد مسؤوليه الاهل، بس من ناحيه ثانيه يعني كمان بنشوف انه الاولاد بينبسطوا عن جد يقوموا بهال ما بعرف يمكن يفرقوا اذا فينا نقول، خصوصا بهالفتره من السنه يعني هيك شوي نحن عم نمنعهم عن كثير قصص. يعني ما بعرف شو اللي بحبوا بالالعاب الناريه ولا بتستهويهم، بس يعني حتى لانه عم بيصير في كثير العاب ناريه بالاسواق ما عم بيعرفوا يخزنوها مثل ما لازم، يعني عم توصل للولد متلفه يعني على القليله. ما بعرف قد ايه الاهل يعني لما بيشوفوا هالاضرار هالالعاب هيدي قد ايه يعني لازم يتجنبوها. بضل شيء الهديه تكون بقرنعون لانه رجعوا لكل الالعاب الطبيعيه. لا مضبوط، كنت عم بسمع المدام قبل شوي، حقيقه يعني لازم نرجع اولادنا كيف كنا نلعب نحن. هي عن جد فيها متعه يعني. ايه اكيد اكيد، تلعبي بالطبيعه وبال مضبوط. طيب على رزنامة جاد بمناسبة الأعياد كتير نشاطات، أكيد شو بدك تخبرينا عن أقربهم أو أبرزهم؟ يعني النشاطات كتيرة ما بتخلص مع جمعية جاد. يعني قبل كان في ندوة مع حزب القوات بأوتيل الألكسندر عن آفة المخدرات، وكمان صار في كمان ورشة عمل مع اللواء المشاة الثاني عشر بطرابلس كمان عن آفة المخدرات، صار في تعاون. وكمان صار في بمناسبة مرور 35 سنة على تأسيس جاد صار في حفل عشاء سنوي، وتم خلالها إطلاق مجلة إرشاد. هذه المجلة بتحكي عن كل أنواع الإدمان من المخدرات، من الإنترنت، من الألعاب الإلكترونية إلى ما هنالك. وكمان هلأ في نشاطات مستقبلية، بس بدي أذكر هون أنه مجلة إرشاد هي عم تصدرها شركة الاي تي ان، هي تكفلت انه تصدرها. هي رح تكون شو؟ هي شهريه المجله. هلا طبعا اول 2000 عدد كانت مجانيه، وكل شهر رح تصدر كمان، هي توعيه للاهل. هلا كمان في عشاء حفل للايتام كمان ب 19 الشهر بحريسه لاطفال ميتم حريسه، رح يتم خلاله توزيع الهدايا. وب 22 كمان بمركز الثقافة لجمعية جاد كمان لأطفال جاد رح يتم توزيع الهدايا بخلالها. طبعا بيكون في ورشات عمل مثل ما قلنا بكتير مناطق لبنانية. نعم. عم بتحسوا انه عم بتفيد هالورشات العمل، عم بتفيد الشباب؟ اكيد اكيد، يعني نحن عم نتعاون مع الكل، وحتى عم نتعاون مع كل الاحزاب وعلى كافه الاراضي اللبنانيه. يعني عم بتحس انه هلا صار في وعي اكثر عند الشباب اكثر من قبل. اكيد اكيد عم بيصير في وعي كتير، بس كمان النسبه عم بتزيد بعدها النسبه عم بتزيد لانه ما في رقابه، يعني ما عم بيقدروا يضبطوا الامر. بس بعدين عم تمرق المواد بشكل كتير سهل، وتصير سهلة المنال عند الناس، يعني فيك تشتريها من حيالله مطرح او بيقدر حيالله حدا يوزعها. صار هذا الموضوع وقح اكثر، سوري على العباره، يعني اكثر من قبل، مثل كانه صايره موضه يعني بين الشباب، او حتى كل فتره بتلاقي نوع مخدر جديد طالع. يعني ما بتلحق تتعرفي على النوع القديم، بيكون صار في نوع جديد. مزبوط. والخطوره فيهم انه عم بتكون مواد كيميائيه، يعني عم بيصير في خلط بالمواد عم تأذي أكثر هالشباب. عم بتأدي هالحالات إلى وفاة؟ أكيد أكيد، ما هيدي خطورتها. في دراسة هلأ مؤخراً عملتوها أو ما بعرف يمكن صارت بلبنان عم تشمل نسبة الشباب يلي صاروا مدمنين، أو عم بتزيد النسبة؟ هلا الشباب اكيد عم بتزيد النسبه، منشان هيك نحن على طول بنطالب الجهات. يعني حرام
نحن اكيد الجهات والادارات الرسميه ما بدنا نحط كل الثقل عليها، بس كمان انه قد ما يكون في اشخاص بتتطوع لهالامر او جمعيات او يعني بنتعاون نحن والادارات الرسميه لنحد من هالحاله، بيكون كمان هون عم نوعي اطفالنا، عم نوعي شبابنا، عم نحميهم. خلينا نقول انه كمان للاهل دور كثير كبير، قد ما يكونوا قراب من اولادهم، قد ما يكونوا عائله متماسكه، عارف ابنه شو عم بيعمل، عارف بنته وين عم بتروح، كمان عن جد هيدا الشيء بحيط الاولاد بامان وببعد عنهم هالقافه. ان شاء الله. نحن بدنا نشكر حضورك معنا المحاميه غاده الاشقر الحداد وكيله جمعيه جاد، بنحييكم، ينعاد عليكم كلكم، وشكر كثير كبير لمجهودكم على العمل بهالاطار، يعطيكم الف عافيه. اهلا فيكي. قبل ما نختم حلقتنا لليوم بدنا نتقدم بالتعازي لمدير عام تلفزيون مستقبل استاذ رمز جبيلي بوفاة والده عاطف عمر جبيلي عميد عائلة الجبيلي، مدير عام شركة تابلاين سابقا، رئيس الفخر للجمعية اللبنانية لإدارة الأعمال الام اي، استاذ محاضر بالجامعة اللبنانية الأمريكية سابقا، من عز عائلة المرحوم عاطف الجبيلي الكبيرة والصغيرة، زوجته سهام جميل السكاكيني، أولاده ميسم رندا وأكيد رمز جبيلي، سيصلى على جثمانه بجامع بهاء الدين الحريري ويدفن بجبانة صيدا اليوم الاثنين، وتقبل التعازي بكرة 3 والأربعاء ب20/21 الشهر بقاعة شهاب جاردن الوردية من 10 صباحا لغاية الساعة 1 الظهر ومن الساعة 3 لغاية الساعة 7 المساء. كمان قبل ما نختم بدنا نتوجه بنداء انساني لكل الناس، مستشفى قلب يسوع بحاجه لفئه دم بي بوزيتيف، اذا مريض بمستشفى قلب يسوع بحاجه لدم من فئه بي بوزيتيف، لكل القراب بليز يتوجهوا للمستشفى. هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نرجع نشكر حضورك معنا غدا، اهلا وسهلا فيكي، وبنختم مع التقرير الرياضي. اكيد بكره حلقه جديده بتمام الساعه 7:30. باي باي. الرمية هي رياضة تعنى بالتصويب إلى هدف وتشمل 7 أنواع مختلفة، وهي البندقية، رمية الأطباق، سكيت، أسفل الخط، المسدس الحر، ورمية سريعة الطلقات، ويتم فيها جميعا استخدام أسلحة وذخائر مختلفة. نشأت الرمية كوسيلة للبقاء حيث الصياد الفريسي لغرض الطعام، ولكن في القرن 19 جعلت الثورة الصناعية البحث عن الطعام غير ضروري لناس كثيرين، فتطورت الرمية كرياضة وخصوصا في البلاد المتحدثة باللغة الإنجليزية مثل إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أيرلندا وجنوب أفريقيا. شكلت في العام 1871 جمعية البندقية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعود الفضل إليها في تطوير الرمية كشكل من أشكال الرياضات المنظمة في الولايات المتحدة. الرمية بالبندقية والمسدس رياضة ولدت عندما اكتشف الإنسان البارود المتفجر والأسلحة النارية، مارسها الإنسان لاكتساب مهارة في التصويب ويستخدمها للدفاع أو الهجوم أو الصيد. وعلى الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجيا واكتشاف الإنسان أسلحة تدميرية هائلة وقدرة في التصويب منقطعة النظير، فأن الأسلحة الفردية الخفيفة لم تفقد أهميتها، وخاصة في حروب المدن والمناطق الوعرة حيث يصبح القنص سيد الموقف. لم تستعمل الرمية كرياضة تنافسية فقط، وإنما استعملت كمنافسة شخصية لها أهداف عديدة، ومنها المبارزة الفردية بين شخصين، والتي كانت تؤدي في أغلب الأحيان إلى موت أحد المتنافسين. لذلك حارب الحكام والملوك وخاصة في بريطانيا، وأصدروا قوانين كثيرة لمنع الرمية من الانتشار بين أفراد الشعب، وأصدروا الأوامر لمنع الأفراد عن التدريب على هذه المهارة. لا تمارس هذه الرياضة قديما أو حديثا إلا من قبل النبلاء والأغنياء، نظرا لارتفاع كلفتها المادية التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يتحملها. ومع ذلك فقد نمت هذه الرياضة وازدهرت كثيرا في خلال العصر الحالي، ودخلت في كثير من الدورات المحلية والإقليمية والدولية، وأصبح لها بطولات متعددة ومسابقات مختلفة يمتحن فيها الصبر والدقة وقوة الأعصاب، ويمارسها حاليا الرجال والنساء، وأنديتها منتشرة في كثير من البلدان في العالم. تألف اتحاد هذه اللعبة في عام 1887، وصنفت في منهاج الألعاب الأولمبية الأولى في أثينا عام 1896، ونظمت بطولتها العالمية الأولى في فرنسا في مدينة ليون عام 1897،
وبتتضمن مسابقات الرمايه في الالعاب الاولمبيه المسابقات التاليه: الرمايه على الاهداف والرمايه على الاطباق. الرمية على الأهداف بتضم خمس مسابقات، هي الرمية بالمسدس الأولمبي السريع لمسافة 25 متر، الرمية بالبندقية عيار صغير بوضعية الانبطاح لمسافة 50 متر 60 طلقة، وزن البندقية لا يتجاوز 8 كيلوغرام، الرمية بالبندقية عيار صغير 3 أوضاع، والرمية بالبندقية على هدف متحرك أرنب بري لمسافة 50 متر، الرمية بالبندقية الحرة عيار 8 ملم ووزن البندقية لا يتجاوز 8 كيلوغرام و 3 أوضاع. أما الرمية على الأطباق فبتضم مسابقتين، هن الرمية من بندقية صيد حفرة أولمبية الإطلاق الأوتوماتيكي 200 طبق وبندقية صيد سكيت 200 طبق. في المباراة الإنجليزية تعطى ساعتين ونصف ساعة للمباراة في البندقية على أساس 60 طلقة، وفي المسدس تعطى 3 ساعات مع 60 طلقة. بمسابقات بطولة العالم للرجال، بندقية حرة لمسافة 300 متر 3 أوضاع، وأيضا بندقية عيار كبير لمسافة 300 متر 3 أوضاع، بندقية قياس صغير لمسافة 50 متر، بندقية قياس صغير لمسافة 50 متر 3 أوضاع، بندقية مضغوطة لمسافة 10 متر وهي في وضعية الوقوف، مسدس حر لمسافة 50 متر، مسدس إطلاق مركز وذلك لمسافة 25 متر، مسدس رمية سريع لمسافة 25 متر، مسدس قياس محدد لمسافة 25 متر، عاشرا مسدس مضغوط لمسافة 10 متر، وبندقية صيد حفرة أولمبية إطلاق أوتوماتيكي 200 صحن، وثاني عشر بندقية صيد سكيت 200 صحن. هناك أيضا الهدف المتحرك على بعد 50 متر أن يكون أرنب بري.